ثانية، ثانك يو. اوكي، بلش تسجيل، المفروض انه يظهر عندكم. بلش. اوكي، الان انا بدي اقرا هاي الاري مره ثانيه باستخدام الفور ايتش، بالتالي انا بدي اقرا الاري الاولى، هاي الكوليكشن اسم الاري راح يقرا لي الثلاثه، بدي اخزن كل اري على حده لانه بتعامل معها از ان اوبجكت. الان انا قرات هذا الاوبجكت اللي هو الرو، برضه نفس الشيء الفور ايتش مره ثانيه مشان اقرا الكوليكشن الجديد اللي صار عندي اللي هو مين؟ الرو اللي موجود، وبدي اقرا من خلاله داخله الاليمنت الموجود. اوكي، اي دولار ساين مثلا احكي له انه هذا عباره عن العمود الثاني او الخليه الثانيه اللي بدك تقراها، وبعد هيك انت بتقدر تطبع كل عنصر اللي انت فعليا قراته من اللي هي الفاليو، خلينا نحكي تمام بهذا الشكل الموجود. فانت تكون قرات وطبعت العناصر اللي موجوده داخل هذه الاري باستخدام الفور ايتش، وزي ما حكينا دائما بالكوليكشن هذا الفور ايتش بتكون يعني خلينا نحكي فليكسبل اكثر. اوكي، فهذا بالنسبه للفور ايتش، او ممكن تستخدم الطريقه اللي انت الثانيه اللي انت بتشوفها مناسبه اكثر لطباعه عناصر الاري. طبعا طبعنا اياه هون، بس خليني اذا حابين اني افصل هنا عن بعض مشان تشوفوها، اللي يطبع لي الايكو، يطبع لنا اي بي ار. اوكي هاي او خلينا نحطه هون بعد ما يخلص كل سطر كل اري يفصل لنا اياه. فهذا هن مطبوعات في سطر لحال هنا، حتى افصل لك اياه يعني كمان بهاي هنا فور ايتش. اوكي، هذا هنا طبعا اياهن هون زي ما احنا شايفين. هاي الفور ايتش بتضل دائما اسهل وفلكسبل اكثر، اللي خاصه بالمالتي دايمنشنال اري والاسوشيتيف اري، عمليه القراءه باستخدامها للكي اليمنت بتكون اسهل. تمام، هذول الثلاث انواع للاري، الاندكس اري والاسوشيتيف اري والمالتي دايمنشنال اري. حدا عنده سؤال استفسار؟ طيب طبعا بس بصراحة خليني بدي أعمل print R تمام لهذه الassociative array تمام، عفوا للmulti dimensional array اللي موجودة، شايفين هذا الindex. بس كل واحد من الarray طبعا تعمل معها از ان اندكس 0 0 0 0 0 0 1 2، يعني هاي لاحظ الاري بلش ب 0 حتى خلص كل اليمنت تبعها، هاي شايفين حطها داخل قوسين تمام، بعدين هاي الاري رقم 0، بعدين هاي الاري رقم 1 تمام، رد تعامل معها وقرا لك كل العناصر الموجوده فيها حتى وصلها للنهايه، بعدين الاري رقم 3 اللي هي في العنين الاندكس تبعها 2، وهذه قرا الاليمنت اللي موجوده. تمام، الان في السلايدز طبعا هاي الانواع الاري والاندكس والهذا هذا كله تجاوزنا. تمام، الان في عندنا بعض البيلد ان فانكشن الخاصه في الاري سهلات. الكاونت اتفقنا انه عددنا قديش طول الاري، عدد الاليمنت اللي موجوده في الاري. البرنت ار اذا بدكيش تستخدم الفور لوب فور ايتش يطبع لك الاندكس تبعها مع الاليمنت الموجود لبرنت ار. تمام، في عندنا بعض الفانكشنز اللي بتضيف على الاري، في عندنا اري بوب هذا بحذف من الاري، اري بوش بضيف على الاري، اري شيفت بزيح الاليمنت من مكانه بنقل لمكان ثاني، اري ان شيفت بثبت المكان وما بسمح له انه يتغير فيه. هذا ما بذكرك بشيء، بذكرك بايش؟ بالستاك والكيو، تتذكروا البوب زي اللينكد ليست كمان دكتور، واللينكد ليست نعم، هذا نفس المبدا. لاحظ الاري بنطبق عليه اللينكد ليست شو اسمه والهاش والكيو، وبقدر استخدم هذول الفانكشنز الموجودات. مش بس هيك، في الاري سيرش بحث، لنفرض انا بدي ابحث عن اليمنت داخل الاري، مش احنا بدنا نعمل فور لوب واف ستيتمنت مشان اشيك انه موجود ولا مش موجود، ما فيش داعي، في عندنا فانكشن جاهز اسمه اري سيرش. ان اري هاي بترجع لك ترو فورس اذا هذا العنصر موجود ولا مش موجود داخل الاري. ريفيرس، حدا بيقدر يقول لي اري ريفيرس شو بتعمل؟ ريفيرس دكتور بتطبع من وراء للاول. نعم
بيجي بطبعها من آخر من أكبر إندكس، مش إحنا كان مثلاً عندكس من 0 لأربعة، بتبلش من أربعة للزيرو. تمام؟ في عندنا sort، شو هذا بعمل؟ برتب دكتور تصاعدياً أو تنازلياً، راح نشوف الآن. هذا برتبه تصاعدياً sort، أما الR sort برتبها تنازلياً. شفل بخربطها، يعني كل مرة، يعني الآن لو قلت له الأريم فيها العناصر 1 2 3 4 5 وجيت قلت له شفل وطبعها، ممكن يقول لي 5 4 1 2. شفل مرة ثانية ورد طبعها، ممكن يقول لي 3 2 4 1. كل مرة بخربط العناصر الموجودة فيها. تمام؟ أوكي. الأري فيل، إذا أنت حاب أنك تعبيها بالعناصر الموجودة. الأري ميرج، إذا عندك تو أريز وتدمجهن مع بعضهم البعض. الأري انترسكت، تدور على العناصر المتقاطعة ما بين تو أريز. الأري ديفرنس، العناصر المختلفة ما بين أريز. هذا بشكل بذكرك بالإحصاء، بالإنترسكشنز واليونيون. هذه زي الإنترسكشنز، هذه زي الديفرنس اللي هو الماينس ما بين الأري. الري سلايس، انك تقطعها لمجموعات، انا بدي كل عن ثلاث عناصر لحده، تعمل ملتي داي اريز. يعني رينج، المدى، تاخذ عناصر الري بداخل الري من الى. الري سم، يجمع لك المحتويات الري اذا كانت ارقام يضربهن. الري برودكت، يضربهن. اليونيك، اوكي. فلترنج للاري بناء او ريديوس حجم طول الري الموجوده عندك. شباب جرب قدر ما تمكن من عمليتي من هذول بعض البيلد ان فانكشنز اللي موجودات عليها. طبعاً W3 School، إذا حاب تشوف إكزامبل على كل واحدة منهن، W3 School بعطيك إكزامبل وافي، أو أنت جرب بنفسك، وهذا اللي أنا بدي إياه، إنك تحاول إنك تجرب بنفسك. هذه البوب، لاحظوا، هاي الأري الموجودة عندنا، بس قلت له مثلاً أري بوب، روح ضيف لي هاد، بروح بضيف على الأري، عفواً بحذف من الأري بوب. بوش، بروح هاي الأري، روح ضيف عليها هذا العنصر اللي موجود. ريفرس، روح عكس لي هاي الأري. سورت، رتب لي إياها. سلايز، قطع لي إياها ابتداء من الموقع واحد بطول رقم اثنين، بقطع لك إياها لأكثر من أري. حابين نجرب واحدة أو ثنتين أو منهن؟ نجرب قبل ما ننهي المحاضرة، خلينا نجرب. مش وانت حاول. طبعا لنفرض هاي احنا في عندي هاي الاري، ماشي، الاندكس اري اللي موجوده عندنا هون. تمام، هاي هي هلو باي ومش عارف ايش والى اخره. جيت حكيت له هاي الاري قبل البرنت ار اللي موجوده قبل هون، يعني هاي. جيت حكيت له سورت، افتح قوسين اسم الاري، شو صار؟ حدا بيقدر يقول لي شو صار؟ هيهم شو صار؟ شباب صبايا شو صار؟ معي؟ لاحظوا قلت لها سورت، مش احنا هون طبعت الاري، هذا انا طبعت الاري هون، هاي عملت لها سورت. بعد ما عملت سورت رديت طبعتها مره ثانيه، ها انتبهوا، هيني طبعتها مره ثانيه. هاي الاري فعليا هيك كانت مخزنه، بس قلت له سورت راح رتب لي اياها تصاعدي. لاحظوا تصاعدي، صارت باي، كلوز، هلو، ويلكم، 3. طيب بلاش قلت له هون انا بس حكيت له سورت، رتبتها تصاعدي بهذا الشكل، جيت حكيت له هون ار سورت، شو راح تصير؟ حدا بيقدر يقول لي شو راح تصير؟ فرجوا. تنازلي دكتور. برتب تنازلي. رتب لي اياها تنازلي. نفس الشيء بقدر اعمل بالاسوشيتيف اري، بس مش اسمها سورت، بالاسوشيتيف اري اسمها ار سورت، اي سورت عفوا. اسمها اي sort، هاش مثلا rr2. تمام، هذا الآن لو طلبت منه أنه يطبع لي إياها مرة ثانية بعد ما رتبتها، أوكي، للassociative array، أوكي، هذه associative array لدو، كانت أحمد 22 و90 صارت تاك. لو بدي أرتبها عكسي ar sort reverse، أوكي لدو، كيف صارت اي اس بعدين 90 بعد عفوا 90 22 اي اس احمد، هذا هي، بينما كان ترتيبها بهذا الشكل بالاول، صح؟ فهذا الترتيب العكسي. في عندنا ميرج، دمج، في عندنا سلايدز، اوكي. في، طيب جرب انت فكر كيف ممكن ترتب العناصر الموجوده في المالتي دايمنشنال اري تحت هون. رتب لي كل العناصر الموجوده تصاعديا او تنازليا على سبيل المثال، اوكي. جرب، يعني لو اجيت انا هون، تفرجوا، مش شايل الري قبل شوي انا طبعتها،
هاي الاري هذا هي صح؟ هاي هي تمام. جيت حكيت له هون فرجوا خلينا نعملها فور لحالها مشان تشوف الفرق بين الثنتين. اوكي هاي جيت حكيت له هون هذه شو نوعها؟ اندكس اري، معناته انا بستخدم السورت، سورت هاش رو. تفرجوا هاي الاري الاولى وهاي الاري الثانيه تمام. رتبها ولا ما رتبهن؟ رتبهن، يجوز بالاول ما تشوفش فرق لانهن اوريدي مرتبات، لكن الثانيه رتبهن على من الاصغر للاكبر 10 20 40 49 70 شفتوها؟ بعدين تحت سي اي اس، هنا اي اس، هنا لا سي اس، وهكذا رتبهن تصاعدي. واذا قلت له ار راح تشوف انه راح يعكس انه رتبهن تنازلي. اي رتب لك اياه تنازلي، بلش من 70 كذا، وهاي الكي وهاي مش عارف ايش، مرتب بهذا الشكل تمام. اوكي شباب صبايا، حدا عنده سؤال؟ امور واضحه؟ اي سؤال اي استفسار؟ اوكي المحاضره الماضيه نسيت انزل الهوم ورك، راح انزل لكم الهوم ورك ان شاء الله يعني بعد شوي، بحاول قدر الامكان اليوم انزله قدر الامكان ان شاء الله. يعطيكم العافيه شباب صبايا، واتمنى لكم التوفيق.